كيف الله سعيد هلا الغاني هلا هلا ونعم هلا والله نشكر سعيك يا هلا بالشيخ ويرى الصاعي من يعني ما في اي فرصه احنا ما نزيد احنا على الكلام اللي الله يحيي الشيخ لازم الله يحفظه والله 12 اقول هذا الحقيقه اي والله 12 هذا والله اني حصد ما زال صيام متواصل اقول هذا ومثاله ما تحكي كان يصوم يوم ويفطر يوم وبعدين قال لا اذا ما هو حرام بصوم يوميا 12 سنه يصوم يوميا ما يفطر الا ايام العيد والله كلمه الشيخ احنا ولا مالك يا شيخنا مع السلامه الله يحفظك السلام عليك مع السلامه هلا والله شكر الله سعيكم مع السلامه يطول عمره امان الله.